أحلى وأسرع أكلة مكسيكية بعشر دقايق بس، كسادية باللحمة المفرومة. على مقلي حامي معلقتين زيت زيتون ونص كيلو لحمة مفرومة، بعدين بننزل البهارات، معلقتين صغار تشيلي، معلقة صغيرة سموك بابريكا، نص معلقة صغيرة كاين بيبر، معلقة صغيرة أوريجانو، معلقة صغيرة بودرة بصل، ومعلقة صغيرة بودرة ثوم. بننزل البهارات، بعدين رشة ملح، رشة فلفل أسود، ومنقلبهم كتير منيح لتبدأ تستوي اللحمة معي وتاخد تحميرة خفيفة. بنعمل فتحة بالنص، شوية زيت زيتون، بننزل نص بصلة قطعتها مربعات وحبتين ثوم مهروسين. نص البصل الثاني رح أخليه أقطعه مع الجواكامولي. بقلب البصل شوي ليدبل، بعدين بقلبه مع اللحمة لتتجانس النكهات، نخليهم دقيقتين ثلاثة وهيك صارت جاهزة. على صاج أو مقلب بدهن شوية زيت زيتون، وبنزل التورتية، النار تكون هادية، بننزل الجبنة التشيدر أول ما تبدأ تسيح، بننزل اللحمة المفرومة، وبعدين بنزل الجواكامولي. هو عبارة عن أفوكادو مع بندورة وبصل وكزبرة، رشة ملح وفلفل أسود وعصرة ليمون. نزلت بعدها السور كريم، وشوفوا لي المنظر قديه بشهي، عن جد مزيج من النكهات والطعم جدا رائعة وسريعة. بتمنى انكم تجربوها. صحتين وألف عافية. واو رائعة، لازم تجربوها.